والله المقابله نتاع اليوم تندرج في الفتره التحضيريه نتاعنا، مازلنا في التروازيام ماتش دو بريباراسيون. ما نكذبش عليكم، حابين نخوض المباراه هذه في ظروف نتاع مقابله رسميه، ناهيك انه تنقلنا لسوسه البارح، لانه نعرف ان المقابلات الوديه ما نجموش نعرفوش نحضروها نحن في تونس، لذلك لابد انه نعودوا اللاعبين بالميزوفيغ، انهم يرقد في وقت، ياكل في وقت، حتى يوقع حتى كذلك يعرفوا يعيشوا الاولاد مع بعضهم 24 افون لو ماتش، كي يقربوا لبعضهم اكثر سي بينيفيك. وهذا شفناه اليوم، شفنا انه الفريق عمل قبل الريزلتا، بالرغم من الريزلتا انا نلوج على الريزلتا حتى في ماتش دو بريباراسيون نلعبوا من اجل الفوز، وهذه الثقافه اللي نحبوا نزرعوها في اللاعبين، حتى مقابله وديه لازم تكون بعقليه الفايز. في اثناء المقابله شفنا انه الفريق فما ايتا ديسبري بوزيتيف، فما ابليكاسيون، فما حب العطاء، سوليداريتي موجوده في استيرا. انا فرحان بحاجه اللي هي هاليتا ديسبري هذه اللي هي موجوده، ايتا ديسبري بوزيتيف، برشا موتيفاسيون في الجروب، علاوه على ذلك كملناها زاد بالفوز نتاعنا. المقابله الثالثه الوحيده اللي ما قبلناش فيها هدف، في المقابلات الاخيره قبلنا اهداف، ما قبلناش اليوم اهداف، سجلنا زوج اهداف وكنا نجموا نسجلوا اكثر، ضيعنا ضربه جزاء. في الاخير شاركنا زاد لاعبين اللي هما اولاد النادي، يعني تكوينهم كان في النادي، خاصه من ماتش الاخر ومن لونترمون الاخر قاعد ياكد لوليد جاسم العمدوني، لكن نقول انا قدامه الطريق الطويل باش يفك بلاصته، يلزم يشتغل اكثر ما يمكن، يمن انه هو قادر يشتغل، قادر يفك بلاصته. لذلك انا كل واحد يبدي الرغبه بالعمل مش بالكلام، انه يستحق باش يلعب عندي، انا ما عندي حتى مشكل. التحضيرات نتاعنا كانت مقسمه، لانه كانت عندنا لاعبين اعطيناهم 3 أسابيع راحه اللي هما 7 لاعبين فقط، فما لاعبين اخرين كانوا ينتموا للنخبه كانوا يحضروا في مباراه النهائي مال الكاس، وكانوا فما لاعبين 7 لاعبين اللي هما ينتموا للمنتخب الاولمبي. الوغ انا في اون بريباراسيون على كارت، يعني بار جوار بار جروب، انا في اون بريباراسيون على كارت. استغليت الفرصه بين 19 جوان و 18 جوان و 29 جوان باش دخلنا في تربص، والتربص هذا راه مش العمل فقط، كان تربص من اجل انه نعرف نعيشوا مع بعضنا، لانه الفتره الوحيده اللي لاعبين المنتخب متواجدين، لاعبين النخبه موجودين، واللاعبين اللي هما خذوا نصيب الراحه نتاعهم موجودين. على عشنا مع بعضنا ان سمان قبل ما يلتحقوا بالمنتخب، عشنا مع بعضنا ان سمان، بور موا سيتي بينيفيك. اليوم اصريت انه الاولاد يلتحقوا بنا لما رجعوا من المغرب، حتى يعاودوا يعيشوا مع بعضهم الاولاد مره اخرى، لانه مش نعاودوا نشوفوهم الاولاد نتاع النخبه الا في مقابل قبل مقابله صفاقس بن هارين. لذلك كان في برشا خصوصيه في التحضيرات نتاعنا، لكن تبقى في الاخير احنا مجعنين باش نلقاو لي سوليسيون، والحمد لله لقينا لي سوليسيون، لقينا ان ترافاي على كارت بار جوار بار جروب. زد على ذلك الانتدابات اللي عملناها، جبنا وقت نقول انا يوسفا راهو كانوا انتداب، لانه كان في كان يمكن باش يخرج، اللي فات انه يبقي نبقيو على يوسفا كانوا انتداب، وما ادراك ما انتداب. اثنين بعد رحيل علي المشاني وادم الجابي، نتمنى لهم كل الخير، نتمنى لهم كل النجاح في فريقهم الجديد في مسيرتهم الرياضيه. كذلك كان لابد ان نلقاو الحلول، لانه مش نبقى على الاطلال، انا نقول والله نقصوا لي زوج ملاعبين، لا نلقاو الحلول. الحمد لله صديق المجري اليوم من مواليد 94 اللي هو لاعب ينتمي للمنتخب الاولمبي، هيك شفته اليوم في المقابله قبل البلاء الحسن، حتى في المنتخب قادر يلعب في كل وقت. اثنين حبيب مايتي، لانه الاولاد هذه يمكن فما ناس ما تعرفهاش، انه سيابي بوجود حمدي الكسراوي اللي عنده 32 سنه، بوجود خالد الهماني اللي عنده 29 سنه، الفريق معدل الاعمار نتاعو 22 سنه، يعني فريق اولمبي هذا. لذلك كنا لابد ان نلوجوا على مستوى الانتدابات عامل الخبره. حبيب مايتي الى غوليس ابوس ان بو باغتو سيرتو في ليتوال، لعب في التريو نيفو، لعب في المنتخب، لذلك لابور نتاع حبيب مايتي نعرف ابار لابور تكنيك، فما ان ابور او نيفو دو سون اكسبيريونس في الفيستيار في الكولوار دو لوتيل في الماتش اوسي، لابور بسيكولوجيك نتاعو مونتال. الولايات زاد كيف كيف وسو اللي هو قاعد من مقابله الاخرى قاعد يتاقلم معنا ان شاء الله، اللي هو افون سونتر. الشاد الغراب مالوغوزمون الى يوم بليسيغ في الكتف نتاعو، لكنه نعرف ان شاء الله باش يعطينا برشا ريتم برشا بيركسيون في الاتاك نتاعنا. الوغ مع الوجود اللاعبين الباقيين، يعني عندنا فريق متوازن لحد الان، فريقنا متوازن
حبذا لو لاعب اثنين على مستوى لكاليتي باش يعطينا اكثر كاليتي للجروب يعاوننا اكثر ما نقولوش لا ان شاء الله. لكنه احنا في والله لي بوست هما او نيفو دو لاتاك معناتها سيرتو لي كولواغ معناتها ان اوتر جوار او نيفو دو كولواغ يعطينا بلوس دو كاليتي افيك سكي بريزون معناتها افيك شاد الغراب افيك محمد الحبيبي كان افيك يوسف الترابلسي افيك جاسم سيرتو جاسم اللي هو ان شاء الله يكون مفاجأة صار اثناء الوغ On garde les pieds sur terre, la tête entre les épaules, on continue à travailler. Mon seul slogan, c'est le travail et l'amal. Je le transfère à mes joueurs, le groupe. L'amal est le groupe qui doit prévaloir pour l'équipe. Il y a les individualités, mais le groupe.